توقعاتك لنتيجة مباراة نادي الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري المصري الممتاز؟ الزمالك هتخسر. هو أنا من رأيي بصراحة يعني الزمالك ربنا يكرمه بس كده ويطلع من الكبوة اللي هو فيها بقاله فترة كبيرة، لكن خلينا اقول يعني انا اعتقد النتيجه مش هتبقى مختلفه عن النتائج السابقه، يعني غالبا ان شاء الله الزمالك يفوز. انا اهلاوي على فكره تمام، بس يعني ان شاء الله الزمالك يفوز. هو ممكن الزمالك يتعادل او يوزع نقط زي ما بيوزع الطلائع وسموحه والفرق دي. توقعات الزمالك ان شاء الله هيفوز 2-0. لا الانتاج ان شاء الله هيكسب، على بالنسبه للوضع الحالي لنادي الزمالك الانتاج يكسب. اي فرقه هتلعب مع الزمالك هتكسب الزمالك ان شاء الله. الزمالك هيكسب 3-1 للانتاج الحربي. ليه؟ مختار مدرب بص بيجيب جون وجونين بيلعب بيهم، بيلعب على الهجمه المرتده. ماتش الزمالك النهارده ان شاء الله هيفوز 3-0 على الانتاج الحربي. ان شاء الله الزمالك هيكسب 2-0. الزمالك يعني ان شاء الله مش هيخسر كتير، هيبقى ان شاء الله يبقى 2-0 او 2-1 بكتير. ان شاء الله الزمالك هيخرج من الكوه بتاعته وهيفرح جمهوره النهارده ان شاء الله. هل الزمالك قادر على المنافسه على المربع الذهبي او صداره الدوري الممتاز؟ لا، هو بالنسبه للصداره او ينافس الاهلي ده مستحيل. لا ما اعتقدش، لا الموضوع بعيد قوي عنه. اعتقد صعب يبقى في الاربع مراكز. يعني اعتقد ان المربع الذهبي مش هيخش راس ولا يعني ولا الاربعه الاولين. لا ما اعتقدش. لا خالص. لا ممكن الاربع مراكز، ممكن ياخد تاني تالت مش اكتر من كده. لا لما يبقى ينافس على الهبوط الاول يبقى ينافس على الدوري الممتاز. هو قادر ان شاء الله، يعني هو بيحاول بقاله فتره وانا بسمع عن خططه ان شاء الله هيكسب باذن الله. ما افتكرش النهارده الزمالك بيلعب وهو في الرابع، المركز الرابع، ولو اتغلب هينزل السابع. ما افتكرش ابدا، استحاله طبعا. ان شاء الله مش الصداره بس، الدوري ان شاء الله السنه دي للزمالك. سيبك من الظروف اللي مر بيها الزمالك، لا بس هي ظروف استثنائيه وهتعدي ان شاء الله. ان شاء الله هينافس الدوري ومع الاهلي وبس، مش هيوصل الدوري، يعني مش هياخد الدوري. الاهلي هياخد الدوري وهو هيطلع المنافس الثاني. دلوقتي لو الزمالك اتغلب النهارده بفارق 15 بوند، في مثل بيقول لك انسى وخد البنسه، خلاص بيقول لك اتمسى خد المقشه.